الانتظار الحقيقي، الدعوة الحقيقية لتعجيل الفرج هي أولاً وبالذات تبدأ من خلال تنقية القلب من شوائب الذنوب وأدران الخطايا، وترويض تلك النفس على الطاعة والانصياع التام للأوامر الإلهية والتكاليف الربانية، وأن لا نؤثر شيئا على طاعة إمام زماننا. ولا نطلع لآخر شيء مش صادقين حينما نقول اللهم عجل لوليك الفرج، أم نكون صادقين؟ فجعل الحسين يبكي ويقول يا جد خذني إليك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. العيش من بعدك بالأقدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إدبار المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا يا حسين يا حسين. هيلك تجري تموت والفرح ما منه، هيلك تجري تموت والفرح ما منه، أنا خادم وابقى خادم للحسين، الله أنا خادم وابقى خادم للحسين، الله عمري وسنيني خدمة حسيني، أنا خادم وابقى خادم للحسين، 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 أ